مقر الجزيرة أو حتى في فرعي مدينة ناصر والشيخ زايد احتفالات بعيد الفطر المبارك، وشهدت إقبال كبير جدا من جانب الأعضاء لقضاء أجازة عيد الفطر. واستعدت الإدارة التنفيذية لهذه المناسبة من خلال إقامة برنامج شامل يناسب كافة المراحل العمرية. وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على متابعة الاحتفالات على مدار اليوم من خلال غرفة عمليات شكلها مع مدير الأفرع الكابتن أو الأستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، من أجل الإطمئنان على كافة تأثير العمل ويعني أي ظروف طارئة قد تحدث خلال الأيام الأخيرة في عيد الفطر المبارك، في ظل أن هناك زحام شديد جدا وأكثر من برنامج ترفيهي للأعضاء وللأطفال، لأن النادي الأهلي دايما بيبقى حريص خلال هذه المناسبات أن يسعد أعضائه وكل المترددين على مقر النادي سواء في الجزيرة أو فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد. في ظل أيضا هناك فقرات عديدة جدا تم تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية، بدءا من وقفة عيد الفطر حتى اليوم الأخير من خلال شاشات عرض لمتابعة مباريات كأس العالم بعد الكرنفالات على حمام السباحة، العديد من الأمور اللي بالتأكيد أنا أعرفها من زملائنا المراسلين اللي كانوا متواجدين في الأفرع الثلاثة، والبداية مع مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير، أولا برحب بيك، كل سنة وأنت طيب، وقول لنا بقى التفاصيل وكل ما تابعته في مقر الجزيرة النهاردة في عيد الفطر واليوم الأخير وحرص الأعضاء على التواجد في مقر النادي. كل سنة طيب يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني عيد فطر مبارك سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. خليني أقول لك إن في اهتمام كبير بالبرامج المخصصة لأعضاء النادي الأهلي من الناحية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لإسعاد وخدمة جميع أعضاء النادي الأهلي في الأفرع المختلفة، لكن بالتحديد في الجزيرة. يعني خليني أقول لك، رغم اهتمام الكبير لمجلس إدارة النادي الأهلي بالجانب الرياضي وأيضا الجانب الإنشائي، لكن أيضا الاهتمام كبير جدا بالجانب الاجتماعي وخدمة أعضاء النادي الأهلي، فبالتالي النهاردة بالتحديد كان في بعض الفقرات الأهم تسعد كل أعضاء النادي الأهلي في الجزيرة، سواء اللي تخص الأعمار السنية الصغيرة والأطفال، وكان في فقرة في تمام الساعة السادسة ودي يمكن نالت إعجاب جميع الأطفال وأبناء أعضاء النادي الأهلي، وكان في إقبال شديد جدا. خليني أقول لك، مع انتهاء أو مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا الأجواء في الفترة دي يمكن حارة شوية، بيتم إقبال عدد كبير جدا من أعضاء النادي على مقر النادي في الجزيرة، فبالتالي الأطفال كانوا مبسوطين جدا بالفقرة اللي كانت في تمام الساعة السادسة. أيضا كان في فقرة في تمام الساعة الثامنة مساء، وده عبارة عن باند كده يعني غنائي، وكان برضو حاز على إقبال وإعجاب العديد من أعضاء النادي الأهلي. خلينا أقول لك أيضا في توافد كبير من الأعضاء على التواجد في العيد أو عيد الفطر المبارك بالتحديد، وهذه الأيام في خلال التواجد داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وخصوصا الأعضاء بيلاقوا كل الخدمات وكل ما يطلبوه من خدمات داخل النادي الأهلي في هذه الفترة بالتحديد، فده بالتالي شيء جيد وإيجابي بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي، علشان كده بيبقى فيه إقبال كبير جدا من الأعضاء على التواجد يا محمد. طيب أمير، برضو جزئية تانية متعلقة بالشاشة العملاقة التي تتواجد في مقر الجزيرة، حرص الأعضاء يعني زي ما النادي بيشوف الناحية الاجتماعية، أيضا هناك اهتمام بمباريات كأس العالم وحضور الأعضاء لمتابعة هذه المباريات وخدمة النادي الأهلي بيقدمها من خلال شاشة عملاقة تتواجد في مسافة جدا، يقدر أي حد هو داخل مقر النادي بالجزيرة يتابع كل مباريات كأس العالم. حرص الأعضاء وإقبالهم وتواجدهم أمام هذه الشاشة لمتابعة هذه المباريات، وقدامنا الصور، الكراسي خلاص بقى مصطفى والناس كلها قدام الشاشة بتستعد طبعا لمتابعة المباريات. بالظبط، هو شيء جيد وايجابي جدا. شاشه عملاقه زي ما انت بتقول يا محمد، يعني يمكن من ابعد اماكن في الجزيره ممكن تتفرج على مباريات كاس العالم، وخصوصا المباريات دي اكيد مهمه وبتحاز على اقبال كبير جدا من الاعضاء على مشاهدتها، فبالتالي النادي الاهلي ومجلس ادارته موفرين هذه الخدمه وموفرين نقل مباريات كاس العالم بالنسبه للاعضاء، بالتالي ايضا في اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي على مشاهده مباريات كاس العالم داخل النادي، علشان يكون متوفر بالنسبه لهم كل الاحتياجات اللي بيتطلبوها خلال الفترة دي وبالتحديد مباراة كأس العالم، فبالتالي شيء جيد وإيجابي جدا تواجد شاشة عملاقة بشكل كبير جدا ومتواجدة كمان في مكان مميز، بحيث إن كل أعضاء النادي الأهلي اللي حابين يتابعوا مباراة كأس العالم بيبقى متاح ليهم إن هم يتفرجوا على المباراة أو على المباراة بشكل عام بكل صورة.
ايه اكتر المباريات النهارده؟ يعني انت متواجد النهارده في مقر الجزيره، اكتر المباريات اللي الاعضاء حرصوا ان يتفرجوا عليها، هل مباراه المانيا والمكسيك، البرازيل؟ المانيا والمكسيك، المانيا والمكسيك محمد طبعا دي حاله، يعني كان في اقبال كبير جدا من الاعضاء، خصوصا ان هي كانت مباراه مثيره جدا ومليئه بالنديه ما بين الفريقين، وبعد بالتحديد فريق او منتخب المانيا واللي قدم مباراه كبيره جدا، فكان في تفاعل كبير جدا من الاعضاء رغم فوز المكسيك، لكن التفاعل كان مع منتخب المانيا عشان ضيع العديد والعديد من الفرص، فالمباراه دي يمكن كانت ناس كتيره جدا اتفرجوا عليها داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، واللي هي المباراه اللي انتهت بنتيجه 1-1. طيب امير، برضو ما لمسته من اعضاء النادي، يعني متابعتهم لهذه الكرنفالات والبروجرام اللي بيتم في خلال الايام الاخيره في مقر الجزيره، بدءا من وقفه العيد حتى اليوم الاخير النهارده، اليوم الثالث في عيد الفطر المبارك. وضح لي السؤال بس يا محمد، مش سامعك. ما لمسته من الاعضاء، يعني انطباع الاعضاء، انطباع الاعضاء عن ما لمسوه شافوه. في حاله من السعاده والرضا بشكل كبير جدا على اللي بيشوفوه والخدمات اللي بتتقدم لهم داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره بتحديد، وخصوصا ان انا كنت متواجد في المقر النهارده، وحاله السعاده دي منعكسه عليهم وعلى اطفال واعضاء النادي الاهلي الصغار اللي بيكونوا حريصين جدا على التواجد وعلى الحضور داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، وخصوصا ان كل اللي بيطلبوا الاطفال بيبقى موجود بالنسبه لهم، فبالتالي في حاله من السعاده والرضا الواضحه جدا على اعضاء النادي الاهلي خلال التواجد في الجزيره. شكرا جدا زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، تابع احتفالات عيد الفطر داخل مقر النادي وما لمسه من اعضاء النادي من خلال البرامج الترفيهيه التي تم وضعها من خلال اداره التنفيذيه في النادي الاهلي خلال الايام في عيد الفطر المبارك. طيب نروح برضو زي ما كنا في مقر الجزيرة وبنشوف احتفالات العيد في المقر الرئيسي، نروح نشوف في أو نسمع من زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي في فرع النادي بمدينة نصر، ماذا حدث هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك؟ أولا فاروق برحب بيك، وأطلعني كده ما كانت التفاصيل والبرامج التي أعدت لأعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر خلال فترة العيد. تحياتي لك زميلي محمد سعيد، كل سنه وحضرتك طيب وجمهور النادي الاهلي في كل مكان وشعب مصر دايما يا رب في اعياد وفي امان. عايز اطلع حضرتك على بروجرام العيد، كان في عرض نوبي بالامس، فرقه نوبيه ادت شو عرض لقى استحسان الكثير من اعضاء النادي الاهلي. النهارده في ابتدى عرض اوبريت الليله الكبيره، بدا من الساعه 5:30 للساعه 7:30، ثم انطلق حفل اللي هو الحفل الرئيسي، حفل الموسيقى العربيه من الساعه 7:30، مستمر لحد الان، حاله من الرضا والسعاده على وجوه جميع اعضاء النادي الاهلي، سهوله في التنظيم. نوجه كل الشكر يعني خلال لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي، حاله من الشكر والرضا لمجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه والقائمين على فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وجود افراد الامن في كل مكان. عايز اوضح لحضرتك نقطه، منطقه الاطفال من مليئه من الشكر، يعني نيابه عن اعضاء النادي الاهلي بيوجهوها للقائمين المسؤولين على الامن في النادي الاهلي وصوله عمليه التنظيم. زميلي محمد، طيب الحرص الاعضاء، هل كان هناك زحام شديد داخل النادي خلال الايام الاخيره، تحديدا النهارده اليوم الثالث واخر ايام عيد الفطر في فرع النادي بمدينه نصر؟ عايز اقول لحضرتك زميلي محمد ان الاعداد بتتوافد اكثر، يعني كل ما الوقت بيمر الاعداد بتزيد اكثر، يعني حضرتك عارف ان ارتفاع درجه حراره الجو بالنهار بدات المتنفس الوحيد، كل الاعضاء بيتوافدوا على النادي الاهلي، الاعداد بتزيد. عايز بكلم حضرتك ايه الاعداد بتزيد، مفيش مكان لفرد واقف، يعني كل الناس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ايضا قدرت ان هي تستعين ببعض الامور التنظيميه، زودت عدد الكراسي للمقاعد والخدمات، والخدمات شغاله ومستمره لحد اخر عضو هيكون موجود داخل النادي الاهلي. الشيء اللافت النظر اللي عايز اقول لحضرتك عليه زميلي محمد، معظم الاعضاء واحنا بنتكلم معاهم او بنتحاور معاهم ما بيقولش انا في النادي الاهلي، يقول لا انا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي. يعني حاله الانتماء والاحساس الاجتماعي بان انت موجود في البيت الكبير ده الشيء اللي هو المميز لاعضاء النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمباريات كاس العالم، انا عارف ان في خدمه 5 نجوم في كل مقرات وفروع النادي، ايضا شاشه عملاقه، يعني حرص الاعضاء على متابعه مباريات كاس العالم وتواجدها في فرع النادي بمدينه نصر.
عايز اقول لحضرتك ان في شاشه عملاقه مخصصه ايضا لمتابعه مباريات كاس العالم، ايضا وجود شاشه في داخل المبنى الاجتماعي الاعضاء ما بين متابعه مباراه المكسيك والمانيا، وكثير نسبه كبيره من الاعضاء قاعده بتتابع اللقاء. بعض الاعضاء طبعا استغرب وكانت مفاجاه بالنسبه له هزيمه المنتخب الالماني. الاحاديث برضو شأن منتخب مصر والحديث الجانبيه بطريقه مستر كوبر واستعدادنا لمباراه روسيا. الشيء المهم جدا ان في حاله من الاجماع والثقه والتفاؤل عند الكثير من اعضاء النادي الاهلي على قدره المنتخب المصري لتحقيق الانتصار على منتخب روسيا. تمام. باذن الله لو منتخب مصر ان شاء الله يقدر يحقق الفوز على منتخب روسيا، الكثير من اعضاء واثق ان احنا هنقدر نفوز على السعوديه ان شاء الله ونصعد. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك زميلي فاروق صلاح من فرع النادي بمدينه نصر، كلمنا عن احتفالات العيد في فرع النادي وزحام شديد وحضور الاعضاء وتواصلهم. بالتاكيد هي عائله الاهلي حريصه ان هي تقضي العيد داخل فرع النادي بمدينه نصر. طيب فرع الشيخ زايد معانا على هذه اللحظات. في الشيخ زايد معانا على التليفون زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اولا برحب بيك، كل سنه وانت طيب، وطمني بقى احتفالات العيد في فرع الشيخ زايد ايه الاخبار هناك وحضور الاعضاء في فرع النادي؟ انت طيب زميلي محمد، تحياتي ليك وكل سنه وكل اعضاء النادي الاهلي بخير. عيد يمكن سعيد السنه دي على كل اعضاء النادي الاهلي، وبالاخص كمان لو بخص الشيخ زايد تعدادات مكثفه وحضور مميز، حضور كبير جدا النهارده في الحفله طبعا الخاصه بالعيد. النهارده بيحيي الحفل فناننا طبعا المميز الاهلاوي الصميم، وكان ليا لقاء معاه وقال محمد رشاد طبعا واحد من الفنانين الشباب المميزين جدا، قال انا اهلاوي ودمي اهلاوي واجي للنادي الاهلي في اي مكان وفي اي زمان، كمان اما بيبقى اكون للاسف ألمس حضور الأعضاء بكثافة كبيرة جدا، لأن دايما النادي الأهلي عائلة وأسرة واحدة، واللي بيتواجد في مقر الجزيرة أو حتى في مدينة نصر أو الشيخ زايد كل المقرات وهذه الفروع كلها هي تحت كيان واحد وشعار واحد وشعار النادي الأهلي. الإدارة التنفيذية بتكون حريصة قبل هذه المناسبات السعيدة بفترة طويلة، يمكن من خلال شهر رمضان وعلى مدار هذا الشهر كان بيتم التجهيز لهذه الاحتفالات وتجهيز النادي في مقر الجزيرة وفي فرع مدينة نصر وفي الشيخ زايد لأعضاء النادي الأهلي عشان يكون في حضور، وفي نفس الوقت الأطفال يكونوا سعداء. وأيضا بيتم تنفيذ عدد من البرامج لكل الفئات العمرية، يعني الشباب أو الرجال خلال هذه الفترة بالتأكيد مهتمين جدا بمباريات كأس العالم ومباريات منتخبنا الوطني، فبيتم توفير شاشات عملاقة في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد. وهذه الشاشات كانت متواجدة منذ فترة أيضا لمتابعة مباريات النادي الأهلي سواء المحلية والأفريقية. بالنسبة للأطفال والسيدات بيتم أيضا تجهيز عدد من البرامج الخاصة بهم، سواء لجنة المرأة بتجهز خلال فترة العيد وخلال الأيام القادمة مسابقة أيضا مهمة جدا لشيف، بيتم عمل وجبات وبيتم دخول مسابقات بالنسبة للسيدات. بالنسبة للأطفال كرنفالات، بنشوف حتى خلال الصور اللي تم عرضها منذ قليل كرنفالات للأطفال، بحيث أن النادي الأهلي يكون مكان لتجمع أطفال وكل العائلات داخل مقر النادي بالجزيرة، شايفين سعادة الأطفال وحرصهم ووجودهم داخل النادي الأهلي طمأنينة أكتر لأسرهم أنهم موجودين داخل مكان آمن، ويكونوا موجودين داخل مقر النادي في الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد سعداء بهذه الأجواء، وأنك بتلبي طموحات ورغبات كل أعضاء النادي الأهلي بمختلف الفئات العمرية، رجال سيدات شباب أطفال، الكل بيبقى حريص على تواجده في مقر النادي. طبعا المطاعم بتبقى متواجدة وجاهزة منذ الصباح الباكر حتى المساء، أمن النادي بيكون حريص على تلبية وشعور الجميع بالأمن داخل النادي. حالة بتبقى جميلة جدا. في رمضان شفنا دورة رمضانية الكل كان متجمع داخل النادي الأهلي، في العيد أيضا دايما النادي الأهلي مجمع ومجمع كل أعضائه، وبيبقى الكل حريص وسعيد جدا أنه متواجد في النادي الأهلي من خلال هذه البرامج الترفيهية اللي بيتم التجهيز ليها. ممكن بتستعين بالمطربين، وخلال فترة العيد بتشوف المطربين الأهلاوية اللي بيبقوا حريصين على أن هم يلبوا رغبات أعضاء النادي الأهلي بيكونوا موجودين. بنشوف كمان الرغبات المتعلقة بلجنة الشباب ولجنة المرأة وإيه اللي بيقدروا يقدموه خلال فترة العيد لكل أعضاء النادي الأهلي.
لكن عموما دي كانت الاحتفالات المتعلقه ب يعني اعضاء النادي الاهلي في مقر الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. وعلى هامش هذه الاحتفالات ايضا تابعنا التشكيل الكامل بالنسبه للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه والمعسكر والاستعداد للمرحله الثانيه بالنسبه للاعداد للموسم القادم ومباراه تاونشيب اللي الايام بتجري بسرعه والعدد التنازلي يعني بيقرب، ومباراه باذن الله بعد اقل من شهر في استئناف الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا.